بالنسبة لوضع الشباب داخل الأحزاب السياسية بشكل عام، أظن أنه ليس على ما يرام. في الحقيقة هو كيعكس وضع الشباب داخل المجتمع المغربي بشكل عام، وقدرته على أن يصل إلى مواقع القرار المختلفة في داخل هياكل الدولة، في الإدارة. كاين مقاومة شديدة لهذا النفس الشاب الذي يمكن أن يلج إلى هذه المؤسسات. الأحزاب السياسية كتعكس هذا الواقع حتى هي، فيها شروط ذاتية، لأن هذه البنية عادة لا تنفتح على الشباب بما يمكن أن يحمله من تجديد ومن خلخل القواعد التقليدية. تعتبر النخب التقليدية أنه لا يمكن الخروج عنها، وفيه عوامل ذاتية أن الشباب وكأنهم توقفوا عن محاولة تغيير هذا النسق، وبدأوا يعون بأن الترقي السياسي ديالهم مرتبط بالخضوع لهذه القواعد. وهنا وكأن الدور ديال الشباب ضامر داخل الحياة السياسية وداخل الحياة الحزبية، وشي يجب الانتباه إليه. الدولة خصها تفكر في أنها تزيد توسع من المساحات ديال المشاركة. اليوم كاينة هنالك، صحيح كاينة إمكانات قانونية ودستورية مرتبطة كتعطي الفرص للشباب، ولكن في تقديري أن هذه الفرص غير كافية في ظل أن الذهنيات المجتمعية لا زالت كتحاكم الشاب بين قوسين، بذلك البرهوش الذي لا يمكنه أنه يساهم في القرار. بالتالي ما دام أننا في ظل ذهنية تقليدية مازال ما كتعطيش الثقة في الشباب، فبالتالي هذا الأمر كيحتم أننا نوجدوا ضمانات قانونية واسعة باش الشباب يلقى فرصته. ثم المطلوب من الأحزاب أنها ماشي تجدد غير الخطاب، أيضا تجدد البنيات التنظيمية ومضمون الأنشطة ديالها اللي يمكن لها أنها تستقطب الشباب من أجل ممارسة الفعل السياسي. كاين اليوم أزمة ثقة في المؤسسات، وأن الناس ما كيبقوش كيثقوا في المؤسسات وأنها تمارس دورها الطبيعي. من بداو من نجمع وحنا طالعين نوصلوا حتى للحكومة، الناس ما بقاوش تايقين، ولا كيبان لهم هذا الشيء كامل المسرحية. كيأتتوا مشهد مؤتت بمجموعة من الشخصيات اللي نقولوها بصراحة الناس كيظنوا أنهم كيضحكوا عليهم. فخصنا اليوم إذا بغينا نستقطبوا نخب جديدة، فأول خطوة في نظري أنا هي أننا نعيد الثقة في المؤسسات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.